استقبل اليوم معالي رئيس الوزراء باهيمي باتاكال بير المدير العام لشركة سي اف اي في تشاد السيد علي شمس. وقد تمحور اللقاء حول سير عمل الشركة البلجيكية التي تتولى تنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية في البلاد. خالد موسى الحاج ومزيد من التفاصيل. مجموعة سي اف اي شركة بلجيكية تعمل في مجالات عدة من بينها البناء، وهي تتولى بناء عدد من المنشآت في البلاد. وتجيء زيارة المدير العام لمجموعة سي اف اي في تشاد علي شميس إلى رئيس الوزراء بهدف البحث في كيفية استلام الحكومة لبعض المنشآت التي أنهت الشركة تنفيذها. المدير العام للشركة علي شميس أكد أن هناك مشاريع أخرى ما زالت قيد التنفيذ، وقد سمحت المقابلة لرئيس الوزراء باهيمي باتاكال بير بأن يستعرض مع ضيفه أنشطة المجموعة، خصوصا المشاريع التي تنفذها في تشاد. وأكد رئيس الوزراء جاهزية الحكومة للتعاون مع المجموعة من أجل مصلحة المواطن التشادي. نشير إلى أن مجموعة سي اف اي تقوم بتنفيذ عدة مشاريع في مجال البنية التحتية في البلاد، وهي مشاريع تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.